مباشرة ينضم إلينا مندوب فلسطيني للأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف دكتور إبراهيم خريشة. دكتور أهلا بك. نتحدث عن اليوم 131 من حرب الإبادة التي يشنها نتنياهو على أهلنا في قطاع غزة. يعني مع كل هذه الضغوط أو هذه النداءات في وقف هذه الحرب، لماذا لم يستطع أي من الدول أو المؤسسات الضغط بشكل مباشر على الولايات المتحدة القادرة على الضغط على نتنياهو؟ يعني بالأساس قرار الولايات المتحدة الأمريكية رغم كل التصريحات التي يحاولوا أن يبرروا وأن يعطوا، يعني المؤسف نلاحظ البيت الأبيض ووزير الخارجية وغيرها من عناصر الإدارة الأمريكية يوصف لنا الوضع الكارثي في غزة. نحن نعلم ذلك، نحن نعيش ذلك، شعبنا هناك ونحن امتداد لهذا الشعب سواء كان في الضفة أو في غزة. فلا نريد من أي كان أن يوصف لنا الحالة، نريد أن يكون هناك خطوات عملية. للأسف الولايات المتحدة الأمريكية حتى هذه اللحظة تعطل مشروع قرار في مجلس الأمن وتطالب بضرورة تأجيل الأمر، حيث أن هناك مفاوضات في القاهرة، وأنتم تعلموا أن مفاوضات نتنياهو ضدها وضد صفقة تبادل الأسرى لأنه يريد أن يستكمل المجزرة وشلال الدم الذي يقع بحق أبناء شعبنا الفلسطيني المدنيين منهم الأطفال والشيوخ والبنون والشيوخ، إضافة إلى ما يحصل أيضا في الضفة الغربية. لا يوجد قرية ومدينة إلا يتم اجتياحها والقتل المستمر. قبل قليل كنت أتابع الشهيد في الخليل وغيره من باقي المناطق التي يتم اجتياحها وعربدة المستوطنين وعربدة مكونات هذه الحكومة المجرمة. وقبل قليل أيضا تابعت المجنون هذا بن غفير وهو يقول أنه نجح بأنه ينقل مروان البرغوثي من عوفر إلى العزل الانفرادي. يعني هذه المجموعة من القتلة والمجرمين للأسف محمية بقرار فيتو من الولايات المتحدة الأمريكية، والعالم الآخر لا يأخذ أي خطوة عملية باتجاه منع إسرائيل. نريد من الدول الأوروبية تحديدا وبريطانيا بالأساس وهي صاحبة التاريخ الأسود في المسألة الفلسطينية أن تقوم باتخاذ خطوات عملية ولا تشبعنا كلاما وحديثا معسول، كفى ذلك. وأن يكون هناك توجه دولي عربي ودولي آخر باتجاه خطوات عملية. يعني كفى الحديث وكفى يعني وصف معاناة شعبنا الفلسطيني. هناك إبادة جماعية تتم ضد الأبرياء من أبناء شعبنا الفلسطيني، والكل يعني فقط يتابع ويتلفظ دون اتخاذ أي خطوات. وهناك الكثير الذي يمكن عمله لأن إسرائيل لا يمكن ردعها إلا باتخاذ خطوات عملية في المحاسبة والمساءلة ووقف تصدير السلاح ووقف العلاقات التجارية وإعادة النظر في العلاقات الدبلوماسية معها. فبالتالي هذا هو الإجراء الممكن الوحيد مع هذه الحكومة المجرمة والإرهابية التي يقودها نتنياهو. نعم، تغير الخطاب الإعلامي للاتحاد الأوروبي وبعض دول أيضا الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بهذه الحرب والدعوة صراحة إلى وقفها، وهو خطاب إعلامي لكن على الأرض لا شيء ملموس. يعني حتى هذه اللحظة هذا هو المؤسف. يعني احنا لا تستطيع هذه الدول الضغط. طبعا تستطيع دولة مثل ألمانيا، دولة مثل بريطانيا وفرنسا لها الكثير وتؤثر على القوة القامة بالاحتلال. لاحظنا كيف ألمانيا قامت رأسا بعد إصدار قرار محكمة العدل الدولية بالوقوف من أجل الدفاع عن إسرائيل في المحكمة. يعني عليها أن تراجع وتعيد الحسابات في هذا الأمر وأن تقف إلى جانب القانون. نحن لا نريد من أي كان أن يقف إلى جانبنا، أن يقف إلى جانب القانون. إذا كان هو أي بلد تتضامن مع القانون، هي تتضامن مع الشعب الفلسطيني ومع العقل والمنطق والمسؤولية القانونية والأخلاقية السياسية. نريد من العالم أن يعي وأن لا تبقى ازدواجية المعايير هي التي تحكم. نحن نلاحظ الآن يعني رغم كل الذي التصريحات اللي سمعناها من الإدارة الأمريكية، الكونغرس الآن يناقش بالقراءة الأولى أو الثانية على أعتقد ما أعرف جيدا طريقة العمل، لكن هناك التوجه باتجاه إقرار مساعدات مالية لإسرائيل ب14 مليار ونقل سلاح إسرائيل وذخيرة. لو توقف هذا بالتأكيد سيعيد حساباته نتنياهو والمجموعة الحاكمة معه. نعم، الخطوات المتابعة من قبلكم دكتور، وإذا هناك كان هناك رسائل أو تواصل في سبيل كل ذلك. يعني امبارح كان هناك لقاء مهم جدا للسيد لازاريني عامل قدم إحاطة لكل البعثات في
جنيف، تحدثت أيضا أنا أمام كل البعثات وأمام اللازارين، وعبرت عن عدم رضانا من الإجراء الذي اتخذه المفوض العام والأمين العام بفصل 12 موظف من الموظفية الأنروا في قطاع غزة قبل التحقيق، لأن هذا إجراء غير قانوني، لا يمكن القيام بممارسة عقوبة قبل التحقيق. طلبنا أن يكون أولا تحقيق، وبعد ذلك إذا ثبت ضلوع أي من الموظفين بمخالفات قانونية يتم محاسبة الموظف وليس الأونروا وليس المستفيدين من الأونروا من اللاجئين أبناء شعبنا في لبنان وسوريا والأردن والضفة وقطاع غزة، وهم الأكثر حاجة الآن إلى خدمات الأونروا. هذا الإجراء العاجل شجع عدد من الدول المنحازة يعني بشكل أو غير بشكل أو آخر لإسرائيل عندما أعلنت عن تعليق أو تجميد مساعداتها للأمور، وبدأ البعض من الآن يتراجع بانتظار التحقيق. نأمل أن يكون هناك، يعني يوم أمس كانت رئيسة لجنة التحقيق التي عينها الأمين العام وزير الخارجية فرنسا في جنيف، والتقت أيضا مع السيد لازاريني وستمارس عملها، ونأمل أن تنتهي بشكل سريع حتى يتم تصحيح هذا الأمر، لأن الأمور بحاجة إلى يعني الدعم المالي حتى نهاية الشهر الحالي. نعم، في خصوص هذه النقطة بالذات، يعني سرعة استجابة عديد من الدول لقطع مساعداتها للأونروا، هل الأمر مرتبط بالقضية التي يزعم الاحتلال أم أن الأمور هي إنهاء الأونروا تحديدا؟ أنا يوم أمس كنت واضح جدا في هذا الأمر، يعني حتى تحدثت مع الأوروبيين. طبعا يوم أمس كانت كل البعثات موجودة، لم تغب أي بعثة موجودة في جنيف، 177 بعثة كانت موجودة امبارح في القاعة، وتحدث 45 منهم، وقلت لهم أنهم لم يتعلموا من التاريخ القصير، يعني بعد 7 أكتوبر تذكروا الإشاعة أن هناك 40 طفل تم قطع رأسهم، وأن هناك أطفال أوركوا، وأن هناك عمليات اغتصاب، وأن الأعداد غير صحيحة. قلت لهم أنتم رأسهم تأخذوا أكاذيب الإسرائيلي وتصبح برنامج بالنسبة لكم، هذه إشاعة بالنسبة لي وكذب إسرائيلي بأن الأونروا أو موظفينها يساهموا. حتى لو كان ذلك صحيح لا يمكن تصديقه إلا من خلال لجنة تقصي حقائق مستقلة. الآن هناك لجنة تحقيق، فبالتالي بعد ذلك نحكم، لكن الأمر أبعد من ذلك. وكان واضح في 23 سبتمبر العام الماضي عندما نتنياهو خاطب الجمعية العامة ورفع خارطة في الشرق الأوسط التي لا يوجد فيها شيء اسمه فلسطين، وتصريحاته الأخيرة هو وزير الدفاع ووزير الخارجية وغيره بأنهم يريدوا أن ينهوا الأونروا، لأن الأونروا هي أحد يعني العناصر أو أعمدة المسألة الفلسطينية، وهي حق اللاجئين للعودة. ويوم أمس قلت لهم نحن لسنا بحاجة إلى الأونروا، إذا استطاع هؤلاء اللاجئين العودة إلى قراهم وجنهم الأصلية التي هجروا منها عام 48. بالتالي هي سياسة من قبل قوة قام الاحتلال لإنهاء هذه الوكالة، هذا يعني إنهاء مسألة اللاجئين وحقوقهم التاريخية في فلسطين، وهذا الجزء الأساس في الصراع ما بين فلسطين ووجودها وإسرائيل وبقاء. نعم، ماذا عن محكمة العدل الدولية دكتور؟ على ما يبدو أن إسرائيل لا تكترث لما تحدثت به المحكمة وماضية في جرائمها ومجازرها التي ترتكبها. يعني حتى نهاية الشهر يجب أن تقوم إسرائيل بتقديم تقرير عن مدى التزامها، ومدى الالتزام أيضا واضح من خلال ما نتابع يوميا، يعني منذ 26/1 حتى اليوم هناك أكثر من 1700 شهيد، هناك لا زال الآن أصبح أكثر يعني شدة وقف المساعدات الإنسانية من ماء ووقود وغذاء وأدوية. أنتم تابعتم حتى المنحة الأمريكية من الدقيق التي جاءت عن طريق ميناء العقبة حتى تصل عبر معبر كرم أبو سالم، أوقفها من سموتريتش لأنها ستذهب إلى الأونروا. فبالتالي كل هذا أعتقد أنه سيكون تقرير قوة قام الاحتلال ليس ذي صلة، وعلى المحكمة بعد استلامها التقرير أولا يجب أن ننتظر شو هذا التقرير ستقدمه لإسرائيل، أن تقوم باتخاذ الإجراءات القانونية الأخرى، لا أريد الحديث عنها الآن، هناك الكثير ما يمكن عمله بعد تقديم إسرائيل لتقريرها في نهاية الشهر.
نعم، أختم فيما يتعلق بالتهديدات دخول رفح وأيضا التصريحات الإعلامية الكثيرة والمنددة والمحذرة من دخول منطقة يقطنها 1.5 مليون نازح من الفلسطينيين، تداعيات ذلك دكتور، وهل من الممكن أن يستجيب الاحتلال لهذه التحذيرات؟ إذا كان هناك موقف جدي وحاسم من قبل المجتمع الدولي والمؤسسة الأولى المعنية بالأمن والسلم الدوليين وهي مجلس الأمن، يمكن أن يتم توقيف ذلك. إذا ما تم التوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى أيضا يمكن، وكان اليوم سمعتم أيضا نداء السيد الرئيس أبو مازن يطالب الجميع بما فيهم حماس ضرورة التوصل لصفقة تبادل أسرى، لأن ذلك سيجنبنا مجزرة جديدة لأبناء شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة اللي هم أكثر من 1,300,000 يعانون الأمرين، دون أن أدخل في تفاصيل ذلك لأنكم تتابعوه وتشاهدوا يوميا. أود أن أشكرك دكتور إبراهيم خريشة، مندوب فلسطين للدول المتحدة والمنظمة الدولية في جنيف، شكرا جزيلا لك.